هذا يسأل عن بيع العطور التي فيها كحول، إذا ثبت إن فيها كحول يعني خمر وأنه تسكر إذا شربت لا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها، لأنها خمر والخمر يجب إتلافها ولا يجوز بيعها. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن بائعها وآكل ثمنها. فالعطور التي تسكر هذه حرام، لا يجوز بيعها بل يجب إتلافها. أما إذا كانت لا تستعمل للإسكار وإنما تستعمل للطيب وليس ولم يثبت أن فيها، لم يثبت وإنما شائعة إن فيها كحول ولم يثبت، فالأصل الإباحة والحمد لله. الأصل العطور الإباحة حتى يثبت أن فيها كحول وأنها تصل إلى حد الإسكار لمن شربها. نعم.